مساء الخير. واضحة كانت قوة الصدمة وحجم الذهول لدى السوريين وهم يقرؤون التصريح الأمريكي المرحب بفتح الرحلات الجوية بين دمشق وعمان. المواقف الأمريكية هذه تتوالى وباب المفاجآت فتح غلا مصراعيه، والأشياء تبدو في الوهلة الأولى بعيدة التصديق، ثم يعتاد الناس عليها، ثم تتحول إلى حقائق، وعندها يتحول الناس إلى واقعيين. التصريح الأمريكي هذا ليس الأول الذي يكشف الموقف الأمريكي الحقيقي إزاء سوريا، ولن يكون الأخير، فلا يؤمل أحد نفسه بأفضل من هذا، ولا يبني آمالا وأحلاما وطموحات على مواقف خارجية، لا أمريكا ولا غيرها. أحد السوريين يتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي. منذ أكثر من 10 أعوام ونحن السوريين في حيرة من أمرنا، هل أخطأنا ولم نتعرف كيف نتعامل ونتفاهم مع أمريكا، أم إن أمريكا لم تترك لنا مجالا للتفاهم معها؟ اليوم حسم الأمريكيون هذا الجدل ورحبوا بالرحلات الجوية بين دمشق وعمان ثم تراجعوا. طبعا الأمر سواء، تراجعوا أم لم يتراجعوا، فمن الواضح جدا التخبط الأمريكي والتناقض في فوضى التصريحات والتراجع عنها، وكذلك فوضى المواقف. ونحن السوريين جميعا والعالم كله صار يدرك أن هذه الإدارة القابعة في البيت الأبيض حريصة على نظام بشار الأسد، إدارة بايدن التي تنوي إخراج أمريكا من منطق الحروب وتعد خطط الانسحاب، فيما روسيا تمتن مشاريع التمركز. وطبعا هذا سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والضياع في هذا العالم. فهل كان تصريح الخارجية الأمريكية حول الترحيب بفتح رحلات الطيران بين الأردن وسوريا مجرد زلة لسان؟ هل كان التوضيح الذي تم التراجع فيه عن هذا التصريح تصحيحا لخطأ، أم هو توجيه رسائل غير مباشرة حول توجه الإدارة الأمريكية الجديد تجاه قبول إعادة تأهيل نظام الأسد رغم ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية، ورغم القانون الأمريكي الذي اعترف بهذه الجرائم، أي قانون قيصر الذي وافق عليه الكونغرس ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية؟ هل التقارب الذي يجري بين الأردن والنظام في دمشق هو رغبة أردنية مستقلة تفرضها مصالح البلدين كما يقال، أم أوردر وضوء أخضر أمريكي يفتح أبوابا أخرى أمام إعادة تأهيل نظام لم يألو جهدا في أن يرتكب كل الجرائم وأن يصدر جرائمه خارج الحدود ضمن ما يسمى بمحور الشر الذي يضم إيران وأجنداتها الإرهابية الغابرة للحدود والتي تعرفها الإدارة الأمريكية جيدا؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من فلوريدا بالأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية من عمان، ورحب بضيفي الدكتور فايز لدويري المحلل العسكري والاستراتيجي، كما أرحب بضيفي من لندن الأستاذ سامر خلاوي الباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل. أبدأ معك سيد توم حرب من فلوريدا. طالما الأمر يتعلق بالتجارة فنحن نرحب بذلك، هذا كلام أو التصريح الأول للناطقة باسم الخارجية الأمريكية الذي تراجعت عنه لاحقا وقالت إننا بالتأكيد نراجع هذا الإعلان. نحن أمام تصريحين متناقضين، أيهما يعبر عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن؟ وهل فعلا ما حصل هو زلة لسان من المتحدثة أم أنه فعلا يعبر عن وجهة نظر أمريكا؟ أولا مرحبا لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. أهلا وسهلا. هلأ بالنسبة إذا زلت لسان ولا لا، هي هذه البيروقراطية بوزارة الخارجية. البيروقراطية في وزارة الخارجية هي تعتبر أنه الرئيس بشار الأسد هو ممثل شرعي للشعب السوري في سوريا. أما الإدارة على مستوى أعلى الأمن القومي يعتبر أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية ويجب ليس هنالك تمثيل
دبلوماسي بين الولايات المتحدة وسوريا، فمن هذه الناحية يجب إعادة الأمر ما يقال من قبل الخارجية الأمريكية. وهذا يوضح أكثر بأنه ليس هنالك سياسة استراتيجية واضحة لسوريا من قبل إدارة بايدن، وبالفعل حتى من إدارة الرئيس السابق ترامب لم يكن هنالك استراتيجية واضحة، لأنه ابتدأت استراتيجية التنازل من أيام الرئيس السابق أوباما، واليوم إدارة بايدن ما هي تكملة إلى إدارة ثالثة لإدارة الرئيس أوباما. فلذلك الأمر الوضع متخبط في الولايات المتحدة في إدارة بايدن، وليس هنالك سياسة واضحة، ويعتبرون بدون شك بأن الروس هم المتكلمين الرسميين للاستراتيجية في سوريا في الوقت الحاضر. وهذه الإدارة بالذات فشلت في أفغانستان، فشلت في الداخل الأمريكي، وهي مخبطة بعدة مشاريع محلية وإقليمية ودولية. فلذلك الأمر لم تركز على المسار السوري وما هو مصلحة المسار السوري. إضافة إلى ذلك، قامت السفيرة الأمريكية في بيروت بمبادرة لتمديد الغاز إلى الوضع المهزل في لبنان من مصر على طريق الأردن سوريا، وهنالك كان نوع من تنازل لمصلحة بشار الأسد بماذا يفعلون بهذا تمرير الغاز، وكان بدون هو تنازل، هو تجميد لبعض عقوبات قانون قيصر، أم أنه خدمة للحليف مثلا الأردني ولا مناص من ذلك، أي التعامل مع هذا النظام؟ لا يعني هو أنا بتصور نوع من تنازل للنظام السوري، لأنه في هنالك خط جديد يمكن أن يفتح هو بين الأردن ولبنان في مناطق تواجد القوات الدولية في الجولان، فليس بحاجة الذهاب إلى الداخل السوري والتعامل مع هذا النظام المجرم الذي تكبدت سوريا أكثر من 1,000,000 ضحية تجاه هذا النظام بحد ذاته. طيب أرجو منك البقاء معنا سيد توم حرب، أعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى عمان وضيفي من هناك سيادة اللواء الدكتور فايز الدويري المحلل العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء مرحبا بك معنا إلى هذه الحلقة. بدأنا بمشروعين كانا قد جمدا منذ 2011، مشروع خط الغاز الذي يمر يبدأ من مصر وينتهي في لبنان، إضافة إلى المشروع الآخر الذي أعلن عنه وهو تزويد الأردن للبنان بالكهرباء. بدأنا اليوم نسمع بالإعلان عن إعادة الطيران المدني والتجاري بين عمان ودمشق والمنطقة الحرة بين البلدين، معبر نصيب وجابر، موضوع اتفاقية المياه وما إلى ذلك. كل هذه التطورات هل هي فعلا بشقها التجاري فقط كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أنه طالما الموضوع تجاري فلا مانع لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه تطبيع كامل؟ أضف لذلك جملة المحظورات التي قرأناها على مواقع التواصل، المحظورات اليوم في الأردن فيما يتعلق بالمعارضة ورموز المعارضة وكل ما يتعلق بمعارضة النظام السوري. يعني لا أعتقد أن البعد تجاري، حتى وأن وضع تحت العنوان التجاري فله مضامينه السياسية. يعني حتى إذا وضعناه تحت العنوان الاقتصادي بصورة أعم من كلمة تجاري له مضامين. واسمح لي بعجالة أن أغطي العديد من النقاط. تفضل. هل أمريكا تحدثت في لحظة ما عن ضرورة إسقاط النظام؟ لنعد إلى مجزرة الكيماوي في الغوطة والحشد العسكري الأمريكي وصعود أوباما على الشجرة و انزاله من قبل بوتين بصفقة هزيلة اكتفي بمصادرة أداة الجريمة وتم التغاضي عن الجريمة. صحيح. ألم يتم في 2013 في مؤتمر هرتسيليا السنوي إعداد دراسة وكانت بتحت ثلاثة عناوين عن مستقبل سوريا؟ هل هو ذهاب النظام؟ وإذا ذهب ما هي البدائل؟ وكانت التوصية النهائية في هرتسيليا بقاء النظام. إذن الآن إسرائيل ترغب، أمريكا لا ترغب بإسقاطه، وهناك تسريبات عديدة من فترة أوباما الثانية
كانت واضحة أنه لا يوجد بديل، وإذا وجد فهي التنظيمات الإسلامية الراديكالية، مما عزز من المقاربة الأمريكية وأعطاها شيء من القبول ظهور داعش. ورفض عندما تم تخصيص 500 مليون، أنفق منها 50 مليون لتدريب فصائل من الجيش الحر في تركيا، وتم تدريب بحدود 74 شخص، التحق 3 منهم. بعدها قلبت أمريكا ظهر المجن واتجهت إلى قوات قسد. بعد ذلك التشرذم في المواقف العربية التي بدأت كأنها موحدة واستبعدت النظام من الجامعة العربية، والجامعة العربية بعد إعلان فشلها رفعت القضية إلى الأمم المتحدة، ورفع العلم علم الثورة في اجتماع القمة في وزراء الخارجية في الدوحة. بعد ذلك أصبح التشرذم العربي واضح، الجزائر تطالب بالعودة، لبنان تطالب بالعودة، مصر بعد مرسي تطالب بالعودة، الإمارات تتحدث عن فتح السفارة، السعودية رفعت يدها عن تمويل الفصائل وتم القضاء على جيش الإسلام. إذن حدث تغير بالموقف الإقليمي وبالموقف الدولي. ثم جاءت الكارثة، والكارثة الآن يقال بأنها بضوء أمريكي. بس حتى هون، حتى هذه النقطة سيادة اللواء، النظام معزول دوليا، النظام معاقب أمريكيا، وترامب صحيح أنه لم يكن يريد إسقاط هذا النظام ولا تغييره، وصرح مرارا وتكرارا، لكن مفاعيل قانون قيصر كانت قاسية جدا. ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث الآن تراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة في أولويات المخطط الاستراتيجي الأمريكي. الآن ما هي أولويات الاستراتيجي الأمريكي؟ يعني أنا عندما أتحدث عن سوريا أتحدث بمقاربة معينة، عندما يتحدث الأمريكي يتحدث بمقاربة مختلفة. وبالتالي لأن هناك هل يوجد ارتباط أو لا يوجد ارتباط، أنت ابن سوريا عندما تتحدث بألم وحرقة، عندما يتحدث شخص آخر يتحدث كأنه موضوع إنشاء. أخي، ما هي أولوية أو ما هي فقرات الاستراتيجية الأمريكية العظمى؟ الآن هناك نتحدث، وتحدثت معك عن استدارة أمريكية باتجاه بحر الصين، توجد بعقد صفقة الغواصات الثمانية النووية، والمشكلة التي حصلت مع فرنسا سواء من الجانب البريطاني، من الجانب الأسترالي، من الجانب الأمريكي، وسحب السفراء أكبر دليل على ذلك، وإضافة لأفغانستان. الآن الأولوية، لو سمحت لي بعجالة حتى أجيبك بصورة قاطعة، الآن الأولوية الأولى هي بحر الصين. الأولوية الثانية بناء على قائد النورث كام، وهو المسؤول عن أمن منطقة ألاسكا وكندا وغير ذلك، روسيا هي التحدي العسكري، الصين تحدي اقتصادي تكنولوجي، اقتصادي تكنولوجي أمني، روسيا تحدي عسكري، التقارب يصبح تحدي شامل. التحدي الثالث هو الاتحاد الأوروبي والعلاقة ما بين ضفتي الأطلسي ومآلات حلف الشمال الأطلسي. الأولوية الرابعة المكسيك والهجرة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الشرق الأوسط، ثم نتحدث عن سوريا، ثم نتحدث عن درعا. إذن هناك تراجع، وبالتالي بما أنه الواقع الآن النظام موجود وتم إعادة انتخابه بالتزوير بغير التزوير، الآن هو نظام إسرائيل قابل فيه لأنها تنفذ ضرباتها كما تشاء دون اعتراض، إطلاق مجموعة من الصواريخ، وبالتالي هناك قانون قيصر، قانون صارم، لكن بدأت تحت قاعدة لا تكسر القانون، طب كما يقال بند الوي، إلو القانون وادخل من ثنياه. هل يعقل أن الأردن يستطيع أن يقوم بكل تلك الإجراءات دون أن يكون هناك ضوء أخضر أمريكي؟ طيب الأردن، بهمني أفهم منك الأردن اليوم يتحرك بناء على مبدأ الواقعية السياسية
أم مبدأ المصالح التي باتت ملحة؟ لا، هو دعني أقول الأردن كانت مواقفه واضحة. الأردن أول ما تحدث الملك عن الهلال الشيعي، والأردن في 2014 الملك تحدث عن عدم شرعية بشار الأسد، لكن في 2015 تغيرت المعادلة. أنا هنا لا أدافع وأنت تعرفني شخصيا. صحيح. الآن ماذا جرى؟ دخلت روسيا بعد أن قام قاسم سليماني بعدة زيارات، وبالتالي أغرى روسيا بالتدخل، وبوتين قال لو لم نتدخل لسقط النظام خلال أسبوعين. لكن بعد أن تدخلت روسيا وتجذرت، الآن خرجت عن السكة أو الضوء الأكثر الأمريكي، وأصبحت الرقم الصعب والأصعب للمعادلة السورية، وعلى الغرب أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد كما تعامل مع واقع الوجود التركي، كما تعامل مع ظهور قسد. الآن الأردن بدأ يعدل في مقاربته، خاصة بعد خفض التصعيد. يعدل أم يستدير؟ هو التعديل إذا ما اكتمل يعتبر استدارة. جميل. لكن التعديل يمر بخطوات، وهذه الخطوات هي لم تبدأ أول أمس بالزيارة الرباعية. هي بدأت في شهر آذار في شهر شباط الماضي، عندما قام وزير الصناعة والتجارة الأردني بزيارة سوريا. ثم في الشهر الماضي عندما اتصل وزير الداخلية السوري مع وزير الداخلية الأردني، ثم زيارة رئيس الأركان والتقائه برئيس الأركان الأردني، ثم الآن الزيارة الرباعية والحديث عن فتح معبر جابر. الآن هنا تختلط البراغماتية السياسية بمعناها المطلق. الآن لو تابعت اليوم أنت وسائل التواصل أو المحطات التلفزيون الأردنية، علينا أن ننظر إلى ماذا يقول الشارع. الآن هذا الشارع ليس بالضرورة يمثل موقفي أو موقفك، لكن يمثل موقف شريحة. يعني اليوم كان في لقاءات مع الشارع في مدينة الرمثة اللي هي تعتبر حاراتي أو درعة. الكل بغني، الكل فرحان. لماذا؟ بيقول لك أنا إلي 3 سنوات عاطل عن العمل، الآن انفتحت الرئة، بروح على درعة، برجع من درعة بشتغل بحار. واحد بيحكي على همه، عن همه وعلى مستوى مصلحته. إذن دعني أقول الأردن الآن كان يواجه ولا يزال يواجه ضائقة اقتصادية، يواجه ضائقة مالية، وبالتالي الآن عندما سيتم فتح مشروع الغاز العربي أو أنبوب الغاز العربي، تزويد الكهرباء، عبور الشاحنات، ضرائبها كانت بالمليارات توقفت. إذن هنا البعد الاقتصادي يلقي على الموقف السياسي. مفهوم. لا يمكن أنه أنت تنشئ موقف، يعني علاقة اقتصادية دون غطاء سياسي. وبالتالي الأردن قد يكون الباب الذي فتح لإعادة تأهيل النظام العربي. طيب، أرجو منك البقاء معنا سيادة اللواء، أعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى لندن وضيفي من هناك أستاذ سامر خليوي الباحث السياسي، ورحب بك معنا من جديد أستاذ سامر، واعذرني على الإطالة قليلا عليك. عندما سئلت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن هل عادت العلاقات الدبلوماسية بينكم وبين الولايات المتحدة ودمشق، أجابت حرفيا: ليس لدي ما أعلنه عن وضع العلاقات أو أي تغيرات في السياسة. ما أستطيع قوله هو أننا بالتأكيد نراجع هذا الإعلان، أي إعلان عودة الرحلات بين دمشق وعمان. هذا الموقف الأمريكي اليوم، هل هو بداية لتنازلات في طريق سعي روسيا وباقي حلفاء النظام من أجل إعادة تعويمه، من أجل إعادة تدويله، من أجل فك العزلة عنه؟ أم أن الموضوع كما يشرح ضيوفي الكرام متعلق بمثلا الأردن، وهي حليف للولايات المتحدة الأمريكية وحريصة اليوم على وضعها الاقتصادي فأعطتها امتياز، أو ربما ثغر في قانون قيصر؟ لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية، الولايات المتحدة أيضا حريصة على حلحلة ولو جزئيا ما يعانيه لبنان واللبنانيون، ولا يقتصر الموضوع على تعويم الأسد. تفضل. نعم، في البداية مساء الخير لك أستاذ أحمد ولضيوفك الأكارم، وقد أطلت علي كثيرا جدا جدا. يعني مساء النور. أنا بعتذر، أنا اعتذرت، استبخت واعتذرت. ما في
ما في مشكلة أستاذ أحمد، بس إحنا موضوعنا عن سوريا وليس عن التحالفات التي خرجت كثيراً عن الموضوع. معلش كله بيصب، كله بيصب بذات الفكرة. إيه بس أرجو أنه تعطيني يعني من نصف الوقت اللي أعطيته لضيفك. لا لا إلى كل الوقت تفضل. الذي أطال كثيراً يعني. كل الوقت ما في مشكلة. أشكرك أستاذ أحمد. يعني كما تعلم إذا تتذكر عندما كانت الانتخابات الأمريكية كنا نتحدث ما بين السيء والأسوأ، وقلنا بذلك الوقت أن الأسوأ هو بايدن، وشرحنا كثيرا لماذا، لأنه امتداد لسياسة أوباما. هذا من جانب. من جانب آخر إذا تتذكر حتى عندما تم إعادة المجرم بالمسرحية الهزلية، إذا تتذكر كان معنا الأستاذ أنور البني والذي قال لك أنه متفائل وأنت استغربت تفاؤله، وأنا قلت لك لا أعتقد أن هناك تفاؤل. وكما ذكرت لك طالما الولايات المتحدة تقول بأن هذا النظام يعني فقد شرعيته وهي الانتخابات غير شرعية، فيتوجب عليها عدم الاعتراف بشرعية النظام وطرد النظام. ولكن امتداد سياسة بايدن هو امتداد لسياسة أوباما، وكما تتذكر حتى قانون قيصر الذي كان يرعاه ترامب كما ذكرنا لك هو أثر على النظام صحيح، ولكن كان ممكن كما تتذكر وقلت لك أن ممكن أن يستخدم بأجل الضغط على دول أخرى واستخدامه لغايات أخرى. إذن لم يكن هو السبب الرئيس فقط ضد نظام بشار الأسد. ما يحدث الآن أستاذ أحمد كما تعلم يعني الدول هي مصالح والسياسة هي مصالح، وعندما تكون هناك مصالح لا تحدثني عن القيم والأخلاق والمبادئ، ارميها جانبا وتحدث لي عن المصالح. ما يحدث الآن هو محاولة إعادة نظام بشار الأسد. مع الأسف ملك الأردن يقود هذه المحاولة الغير مقبولة من قبل الشعب السوري. يعني هو ذهب إلى بايدن وطلب منه تخفيف العقوبات قيصر على الأردن، وأيضا طلب منه التخفيف الضغط على بشار الأسد والانفتاح على بشار الأسد بمبادرة أردنية بغض النظر عن الدوافع والأسباب. تلا ذلك لماذا بغض النظر عن الدوافع والأسباب؟ أليست هي جوهر الحديث هنا أستاذ سامر؟ يعني سيقول لك قائل هذه مصلحة الأردن ومصلحته تتطلب الانفتاح على هذا المجرم والدوس على الشعب السوري، هذا لا يهم ولا تهم الأخلاق ولا المبادئ، مصلحة الأردن هي بالتعامل مع هذا النظام المجرم لأنها تحتاجه اقتصاديا وقد تحتاجه بملفات سياسية سأذكرها لك، مثل الآن إيران هي على الحدود مع الأردن وهي قبلت بذلك، وهذا يؤدي أيضا إلى ضغط على المملكة العربية السعودية لأن هذه الشعارات الكاذبة التي صرح بها ملك الأردن بال 2009 أنه لن يسمح للهلال الشيعي، هو ذهب إلى روسيا واتفق مع بوتين على دعم النظام باجتياح درعا، وهذا ملف آخر حيث كانت التصريحات مستفزة لكل إنسان حر عندما قال الملك الأردن بأن روسيا تقوم بدور الاستقرار والسلام في سوريا، ولا نعلم هل هو يعلم أو لا يعلم ماذا تفعل روسيا في سوريا، هذا شيء آخر. أيضا بعد ذلك كان هناك كما تعلم الموضوع الاقتصادي الآخر وهو الغاز الإسرائيلي المصري الأردني السوري اللبناني، أيضا كان هذا دافع آخر من أجل التطبيع مع هذا النظام المجرم. كلمة أخرى أستاذ أحمد، هذا ليست هناك براغماتية كما تحدث ضيفك الكريم من الأردن بالنسبة لملك الأردن، منذ البداية هو لم يتخذ موقف مع الشعب السوري، بل بقيت حتى السفارة وبعد أن كانت الإهانات من السفير كيف المقبول. كيف لم يتخذ يا أستاذ سامر؟ بس اسمح لي، غرفة الموك اليوم التي كانت تدعم الفصائل وتدير كل العمليات العسكرية لم تقم في عمان؟ سوف نعم، سؤالك هام للغاية أستاذ أحمد. كما تتذكر على سبيل المثال معبر جابر، الثوار قدموا كل الضمانات للجانب الأردني أنه يا أخي افتحوا الحدود وافتحوا التبادل لنا ولكم، قال لهم لا لا نفتح له. أيضا بالنسبة للجيش الحر وتعامل الجيش الحر كيف كانك وضع سيء. أما غرفة الموك والموم هذه مفروضة فرض على الأردن، ولا يستطيع أن يرفض الطلب الأمريكي الإسرائيلي لأنها كانت بإدارة إماراتية بإدارة أمريكية بإدارة إسرائيلية وتدخلت روسيا فيما بعد، هو لا يستطيع أن يرفض مثله مثل الإمارات التي تدخلت. هل موقف الإمارات هو موقف داعم للشعب السوري والثورة السورية أم للنظام؟
صحيح أنها كانت في غرفة الموك، ولكن ما الذي حصل؟ ما الذي استفاد من غرفة الموك؟ ألم يكن هناك سيطرة على الفصائل الجيش الحر من أجل تحجيمها ومن أجل توجيهها ومن أجل الضغط عليها وعدم فتح الجبهات؟ إذن أستاذ أحمد، ليس فقط الطابع الاقتصادي، تخيل معي وقد أكون مخطئ، أن الحرب إنجاز التعبير أو سوء العلاقات السعودية الإيرانية، السعودية تتخذ موقف ضد إيران وضد كل من يقبل إيران. لماذا هنا دخلت البراغماتية بالنسبة لعاهل الأردن والذي سمح واتفق مع روسيا ومع إسرائيل باجتياح درعا وتأمين هذا خط الغاز الجديد، وضرب عرض الحائط بإبعاد الفصائل أو عفواً إبعاد الحرس الثوري عن الحدود مع الأردن. هذا ماذا سوف يؤدي؟ سوف يؤدي إلى إزعاج سعودي، وأنت تعلم أن العلاقات السعودية الأردنية ليست على ما يرام. إذن ملك الأردن يريد أن يوجه رسالة إلى السعودية، ها نحن نقترب من إيران وها نحن نطبع مع الأسد، وأيضاً رسالة إلى إيران أننا نريد أن نطبع معكم من خلال التطبيع الأسدي. يعني لماذا شو المشكلة اليوم بين المملكة الأردنية والسعودية؟ يعني كما تعلم هناك مشاكل كثيرة بينهم، يعني من بينها هذا التقارب وعدم مساندة الأردن في الموقف السعودي الإيراني. أيضا هناك كما تعلم بالتحالف في اليمن عندما انسحب الأردن، أيضا هناك ملفات أخرى عديدة، ولكن قلة المساعدات أيضا قد تكون الأسباب أنها غير كافية، وتريد أن تأخذ الأردن يأخذ ورقة من أجل أن يلعب بها مع المملكة العربية السعودية، ولا ما هي مصلحته أن يقبل بالحرس الثوري على حدوده؟ ما هي مصلحته أن يتفق مع إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة؟ ما هي مصلحته بهذا التصريح المستفز عندما يقول روسيا تؤمن الاستقرار والسلام في سوريا؟ أي استقرار وأي سلام هذا الذي تؤمنه روسيا؟ إذا ما الذي تريد أن تقوله؟ أن موقف الأردن من 2011 لم يتغير، ولكن المعطيات كانت نعم، موقف الأردن منذ البداية لم يكن مساند للثورة السورية، ولم يكن على عداء مع نظام بشار الأسد. المصيبة الآن أن الأردن هو الآن رأس الحربة لإعادة التطبيع مع بشار الأسد. يعني هذا الانفتاح بشكل كبير جدا، لقاء وزير خارجية النظام مع وزير خارجية الأردن، زيارة الوزراء النظام إلى الأردن، فتح معبر جابر، إعادة الخطوط الجوية الملكية للعمل في سوريا. هذا الانفتاح الهائل إلى أين أنت تذهب؟ يعني وكما ذكرت لك أستاذ أحمد، المصالح أولا وآخرا، ولا تحدثني عن القيم والأخلاق والمبادئ. هذه أحيانا يتخذها بعض الدول من أجل مصلحة حرجة اقتصادية قد تكون مفهومة، أما أنك أنت تتحدث بأمور يعني لا يمكن أن توصفها وتمجد الموقف الروسي في سوريا، فما مصلحتك بهذه التصريحات الكاذبة المخادعة التي تنقص من 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 مكانة ملك الأردن بهذه التصريحات؟ لأنه الشعب السوري يقول لك إما أنه جاهل لا يفهم ماذا يحدث، أو أنه عميل لروسيا. لماذا يتغاضى عن الإجرام الروسي؟ هل هو من أجل مصلحته الاقتصادية والسياسية وغيرها يقوم ينقلب على كل شيء؟ هذا الأمر غير مقبول. ولكن كما ذكرت لك باختصار أستاذ أحمد، المصلحة أولا وآخرا، والآن ملك الأردن يجد مصلحته مع شقيقه بشار الأسد، وقد نجده في حضن بشار الأسد قريبا، ويتلاقون ويتعانقون، وتعود الأيام الملاح بينهما. طيب أرجو منك البقاء معنا أستاذ سامر. من جديد إلى سيد توم حرب من فلوريدا. سيد توم، اللا موقف الأمريكي، اللا استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالشرق الأوسط عموما وسوريا خصوصا، هل هو أمر مقصود ولماذا؟ لا، بدون شك هو أمر غير مقصود. هلأ بعهد إدارة الرئيس أوباما السابع على 8 سنوات كان واضح ضغوطات الأخوان المسلمين في الولايات المتحدة ومد يدهم بمصر وبالدول العربية، وهذا انكشفت هذه المعلومات السرية اللي كانت موجودة. بعهد الرئيس ترامب تغير الوضع كليا ووضع حد للراديكاليات الآتية من إيران
والراديكاليات الآتية من العالم العربي، وعبر عنها بمؤتمر الرياض وأول زيارة رسمية كان بيقوم فيها الرئيس ترامب خارج الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فريق العمل بإدارة الرئيس ترامب كانت بتمنى على الدول العربية بتشكيل جيش ردع عربي مؤلف بين 150 ألف ل 200 ألف جندي تيدخلوا الأراضي السورية ويمتدوا من الأردن حتى منطقة أبو كمال لوضع حد لتدخلات من الخارج وبدء بعملية ضبط. ولكن هذا لسوء الحظ من الدول العربية وأولها مصر وثانيها الدول العربية اللي معها الدعم بالميل لم يتم إنشاء هذا جيش الردع. فمن ذلك النقطة وبدأ التراجع بالنسبة للملف السوري في واشنطن، وبدأ البدأ في التعامل مع ما هو قائم في ذلك الوقت. نحن بنعرف الرئيس ترامب بعد 58 ضرب بالمسلز على سوريا لوضع حد لبشار الأسد وأنون قيصر، يعني بإدارة بايدن ترامب بالفعل صار في منهجية جديدة للداخل السوري ولكن لم تكتمل لأنه كان في تراجع أما عدم نية قوية من الدول العربية، لأنه مصر تعتبر بعد آيمي بانقلاب جديد ضد الأخوان. بس مع ذلك كان شديدا في موضوع العقوبات، يعني كان يستخدم السلاح الاقتصادي كما هو مع إيران، يستخدمه بأقصى حد ترامب. طيب اليوم الموقف الإدارة الجديدة إدارة بايدن، ما فعلته مع الأردن أعطته الضوء الأخضر اليوم لعلاقات تجارية، خط غاز وخطوط طيران ومعابر وما إلى ذلك، وهذا بشكل أو بآخر شئنا أم أبينا مرتبط بعلاقات سياسية ونشاهد الوفود بين البلدين. هل يمكن أن نتكرر من وجهة نظرك هذا الأمر مع باقي الدول العربية استنادا للموقف الأمريكي؟ أصبح لدى الدول العربية الراغبة أو لديها مصالح بشكل أو بآخر مع سوريا ومع هذا النظام، أصبح لديها مثال حي وهو اليوم ما يفعله الأردن. هل يمكن أن يتكرر هذا الموضوع استنادا إلى اللاستراتيجية أو عدم الاكتراث الأمريكي؟ اللي اشتغل على ملف أفغانستان هو مين؟ هو قطر. هي ذات قطر اليوم بعد عم تشتغل على ملفات الدول العربية دولة بعد دولة للقبول ببشار الأسد والتطبيع مع بشار الأسد بغض النظر شو موقف السعودية أما دول الخليج. بس ارجع عد لي إياها أستاذ توم، لأنه معلومة أول مرة بسمعها. قطر اليوم هي عرابة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد؟ طبعا، لأنه هي عندها لابي رهيب في الولايات المتحدة. هذا اللابي في الولايات المتحدة هو لابي مدعوم ويدفع أموال طائلة للأخوان المسلمين في الولايات المتحدة، عندهم تأثير داخل الحزب الديمقراطي إن كان في الخارجية الأمريكية والأمن القومي ولكن بعدة طبقات. فلذلك الأمر ما تحدثت فيه المسؤولة في وزارة الخارجية عن القبول والتشجيع على الطيران المدني بين الأردن وسوريا، ما قابلوا دغري مباشرة على الطبق الأعلى بالأمن القومي، هذا لا، نحن بعد ما أخذنا قرار استراتيجي فيه. فمن هنالك تعرف اللابي الخطري ولابي الإخوان المسلمين شو ناشط به ضمن الحزب الديمقراطي. متى غيرت قطر من موقفها وما مصلحتها اليوم مع هذا النظام؟ يعني هي قطر بدها تلعب دور انه ترجع تلعب دور على الساحه. بتعرف بعهد الرئيس ترامب تراجع الدور القطري من بعد ما دول الخليج عملوا طوق على قطر وفتحت قطر على بدون شك على تركيا وفتحت على إيران. على ايران في ذلك الوقت. اليوم بدها ترجع تلعب الدور الاساسي انه هي بتعرف تحل مشاكل الشرق الاوسط، ولكن سيجابها من ثاني جهه طبعا شمال افريقيا. يعني عم بتحاول تلعب دور اساسي كمان بتونس بالسودان، الانقلابات اللي محاوله الانقلاب اللي حصل بالسودان كمان، من يدعم هذا الانقلاب؟ قطر بدون شك. ولكن في عندك اليوم الطرفين، طرف الاعتدال اللي بترئسته السعوديه مع شمال افريقيا والدول المعتدله، والدول الثانيه مثل قطر واللي هي متمثله عند العالم الاسلامي وحليفي بنفس الوقت مع ايران. سياده اللواء فايز الدويري، اعود اليك من جديد، ما التالي برايك؟
بعد الأردن. يعني بس إذا سمحت بعجالة، ضيفك من لندن تحدث كثيرا ولن أرد على كل، لأنه أنا، أنت بتعرف أنا ما بدافع عن أنظمة، أنا أتحدث برأيي، وبالتالي ليس بالضرورة أن أكون متفق مع المقاربة الأردنية، ولكن هو تحدث بكلام كثير وتحدث ضد الملك شخصيا، وهناك من يدافع عن الملك وهو ملك بلادي، ليس عارا أن أدافع عنه، فبالتالي هناك تذكر كثيرا من الأمور كان عليه أن لا يذكر. وجهة نظره، ما بدنا يروح النقاش بهذا. نعم بس أكثر يعني أقول احتراما لمستوى الحديث والبرنامج كان يجب أن لا يذكر. طيب لا، أنا قلت بكل وضوح، أنا قلت بكل أحترم الحديث، فلا تعطيني نصائح رجاء، أنا أحترمك. معلش يا أستاذ سامر، خلي ياخذ وقته. لا مشان ما يخرج عن حدوده. معلش لا معلش، خلي ياخذ وقته وعندك أي رد ضمن. أنا أحترمه وأحترم موقفه من الشعب السوري والثورة السورية، فلا يعطيني دروس بالأدب والأخلاق رجاء حتى لا أرد عليه. طيب تفضل، إلك الوقت سيادة اللواء. أنا لا أعطيه، ولو كنت أعرف أن هذا الضيف معك أنا لا أعرفه لن أشارك، لأنه أنا موقفي معروف من سوريا ومن الثورة السورية. أكيد كلنا بنعرفه يا سيادة الكل اللواء. يعتبرني ابن سوريا وابن الثورة بالتأكيد. تفضل تابع حديثك، بس لأنه بلش يداهمنا الوقت يا أستاذ سامر. الوقت لسيادة اللواء، بعطيك وقتك بعد قليل لو تسمح لي. انتقدنا الأردن يعني؟ معلش يا أستاذ سامر، خلي سيادة اللواء يكفي وقته. انتقد موقف الأردن، بدي انتقد موقفه مو كيفه. طيب ما في مشكلة، لا لا خلاف، يا أستاذ سامر، يا أستاذ سامر هديلي حالك شوي. سيادة اللواء هادئ بأفكاره بكلامه، خليه ياخذ وقته وبالتأكيد بعطيك وقتك. تفضل سيادة اللواء. أنا أعذر كل أخ سوري يتحدث بحدي لأنه يعيش مأساة، أنا أقدر ذلك، وبالتالي لا يمكن للدول أن تتصرف بناء على رغبات الأفراد. لو الأردن بده يتصرف بناء على رغبتي معروف موقفي، وبالتالي قد يكون تصرف الدول غير مقبول إلي ولا أحمد ولا ضيفك من لندن، هذا أمر معروف. لكن يعني عذرا، برنارد شو قال السياسيين يجب أن يبدلوا كحفاظات الأطفال، يعني عذرا بالكلمة. لكن الآن أنا أجيبك، أقول لك وفي نهاية مقاربتي الأولى قلت لك أن الأردن قد يكون الباب الذي تدخل منه الدول الأخرى. الآن ضيفك الآخر صب جام غضبه عن قطر، أنا لست قطريا، لكن كان الأولى أن يتحدث عن أدوار الدول العربية الأخرى كالجزائر، كلبنان، كمصر، كالأردن، كالسعودية، كالإمارات، كلهم متقدمين على الموقف القطري. هذا من متابعاتي. من هو القادم؟ القادم يعني لا نستطيع أن نجد. بس لا تنسى يا سيادة اللواء، أنا آسف للمقاطعة، هو تحدث عن الدور القطري كثقل، كلوبي اليوم ضاغط من خلال الأموال والعلاقات في الولايات المتحدة. الانقلاب بالسودان لغاية الآن السودانيين لم يتهموا قطر، يعني لسه الأمور سابقة لأوانها. طيب الآن الدول المرشح للتطبيع مع نظام الأسد، كما نستخدم كلمة التطبيع مع إسرائيل، الإمارات مرشحة، مصر مرشحة، لبنان مرشحة، الجزائر مرشحة، تونس مرشحة، ليبيا مرشحة، كلهم مرشحين، والعراق بطبيعة الحال العلاقات، والعراق مرشحة. يعني يبقى بعض الدول التي لها مواقف ستجبر على تغييرها. يعني عذرا، هناك وقائع على الأرض قد لا ترضي كل الدول، ولكنها لا أقول مجبرة، هي ترى نفسها من باب الحصافة السياسية أن تتعامل مع هذا الواقع الجديد. جميل، بس كله بياخذ الأوردرات من أمريكا. يعني حتى جلالة الملك عبد الله الثاني ذهب وزار واشنطن والتقى ببايدن والتقى ببوتين، وثم بدأت هذه الخطوات. أنا سأريح. لا السؤال سيادة اللواء، أنا سأريح. بس السؤال، يمكن الولايات المتحدة ستعطي ضوء أخضر لباقي الدول برأيك كما أعطته للأردن؟ يا سيدي، لا يمكن لأي دولة أن تخترق القوانين الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية. قانون قيصر قانون، هو روحه قانون مسلط في البعد الاقتصادي. صحيح. أي خرق له من أي دولة
دون ضوء أخضر أمريكي تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. لا الأردن ولا السعودية ولا الإمارات ولا مصر ولا ليبيا ولا حتى جزر القمر تستطيع أن تتعامل مباشرة وتخرق قانون قيصر دون غض الطرف من أمريكا. هذا واضح. أنا هذا ما سألتك، توقعاتك، قراءتك، الضوء الأخضر هذا سيتكرر الأمريكي برأيك ولماذا؟ ما هو موجود، أعطي الآن الأردن تحرك بضوء أخضر ولا بدون ضوء أخضر؟ أعطي للأردن، أعطي للأردن ومصر يعني هذا المحور. لا، أنا ذكرت لك الدول المرشحة، حوالي 8 دول مرشحة، وإذا الله أعطانا العمر سنلاحظ إن كنت محقا أو مخطئا. هذا واقع للأسف، يعني هذا الواقع قد يكون بالنسبة لي مرفوض بالمطلق، ولكن هذا واقع. أنا الآن يعني لا أتحدث معك فايز الدويري، أتحدث معك الخبير فايز الدويري، علي أن أكون مهنيا في كلامي بالتأكيد. وأحيد عواطفي بالتأكيد، بالتأكيد موقفك مفهوم. أستاذ سامر خلاوي، إذن أمام كل هذا التراخي مع نظام الأسد وكل الجرائم التي يعلمها الجميع وأثبتت بمنظمات دولية وباستخبارات وبناء عليه فرضت هذه العقوبات قانون قيصر، كيف لنا أن نتوقع أي حل سياسي اليوم بدون أي ضغوط، بدون أي عقوبات، مع هذا الانفتاح، مع بدء التعويم الذي تحدث عنه حضرتك في بداية الحلقة؟ نعم، اسمح لي في البداية أستاذ أحمد، كما ذكرت لك أنا أحترم ضيفك وأحترم موقفه من الشعب السوري. طيب. وعندما أنتقد، لا أنا يعني دعني أكمل، أنا خرجت معه بعشرات المقابلات أنا وهو، منها عشرات المقابلات على قناة أورينت. لماذا لم يرفض المشاركة عندما يسمع باسمي؟ عشرات المقابلات وعلى قناة الغد وعلى عدة قنوات خرجت معه وكان موقفنا متقارب، ولكن الآن عبن مس الأردن صار الموقف مختلف. دعيني فقط وليكن مختلف، يعني اختلاف الرأي لا يفسد، لا يفسد الود. تمام 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 تمام. أنا لم أتوجه له بشكل شخصي ولم أوجه له كما ذكرت، قلت أنا أحترمك، أما يزاود يعني بالكلام يعني هذا غير مقبول. أضف إلى ذلك تشبيه بسيط لسيادة اللواء، لو مستر جونسون الآن قامت طائرات بريطانية وقصفت أهل بعيد الشر عن اللواء دويري وراحوا 19 شخص مثل ما راح 19 شخص من أهلي بصاروخ روسي، ويأتي شخص ويمجد جونسون، ماذا سيكون موقف اللواء عندما يمجد شخص جونسون أيا كان هذا الشخص؟ هل سيقول له شكرا لك لأنك مجدت هذا الشخص النبيل، أم يقول له هذا مجرم، هذا قتل؟ وهو مع ذلك قال لك أنا متفهم لكل المشاعر السورية. تمام. وأنا أفصل اليوم بين الموقف الشخصي. ما تأخذ لي يا أستاذ سامر الموضوع؟ تمام. خلينا لموضوع الحلقة. الله يخليك. أنا أخذه شخصي، أنا أستاذ أحمد، أنا ما أخذه شخصي، أنا قلت لك أنا أحترم الرجل وأحترم مواقفه، ونتلاقى في قنوات كثيرة ونتفق أنا وهو في مجمل الموضوع، بس أكد اليوم عبر الموضوع بالأردن صار في حساسية. طيب خلينا نتجاوز هاي. نعم. لسؤالي اليوم. ما في أي مشكل. نعم. أستاذ أحمد، إذا كنت تعتقد أن فرض العقوبات هو من أجل إسقاط النظام لا لا لا، ما قلت لك، قلت لك ضغط 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 على النظام من أجل تقديم تنازلات وبالتالي الوصول لحل. ضغط، ولكن نعم، ولكن هذه لا تجدي أستاذ أحمد. تصريح جدي من الخارجية أننا سوف نسحب الاعتراف بهذا النظام إذا لا يستجيب للعملية السياسية، هذا بحد ذاته كافي، لا يكلفك جنود ولا عقوبات ولا تشريع قوانين ولا غيرها. هذا من جانب. من جانب آخر، الحل ليس بالضغط على النظام أجل قبول بحل سياسي، هذه كلها لا تجدي. النظام يستمر بالإجرام لأنه كما يقول المثل، من آمن العقوبة أساء الأدب، هو يعلم أنه لا توجد أي محاسبة الآن ولا نية للمحاسبة. وكما تعلم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرضت أقصى العقوبات المسموحة لها على نظام بشار الأسد، وهذه أول مرة تحدث في تاريخ المنظمة، وأثبتت بالدلائل وليس الدليل، بالدلائل القاطعة بأنه المسؤول قرار مجلس من 2118 وحددوا المكانات التي استخدمها وفصلوا التفصيل، لأنه كما تعلم في البداية كانوا ممنوع عليهم يحددون الفاعل، فقط يقولوا وقع صحيح استخدام للأسلحة الكيماوية أم لا. بعد ذلك سمحوا لهم بتحديد كل شيء، وتحديد الطائرات ومن أين خرجت وكم سرعة الرياح والمنطقة والكمية والنوعية، وفصلوا كل شيء. لا يوجد الآن نية لمحاسبة هذا النظام المجرم. الحل
إذا كان يعتقدون أيضا من خلال اللجنة الدستورية أو من خلال بيدرسون فهم واهمون، لن يكون هناك حل. الولايات المتحدة تعمل الآن على إدارة الأزمة بين قوسين، طبعا احنا لا نسميه أزمة، وليس حل لها. إذا أرادت أن تحل القضية السورية تستطيع، وحتى تستطيع أن تجبر روسيا، لأن من سمح لروسيا بالدخول هو الولايات المتحدة، ومن سمح لإيران بالدخول هو الولايات المتحدة، وخرجت الفضائح بعد ذلك من مساعدين أوباما الذين فصلوا هذا التعامل مع إيران والتنازل بالملف السوري من أجل الشأن الإيراني وتوقيع. إذن بجملة أستاذ سامر، هذه الإدارة القابعة في البيت الأبيض اليوم، ما الذي تقوم به في الملف السوري؟ هذه الإدارة هي مع الأسف استمرار لإدارة أوباما كما ذكرنا لك، والحزب الديمقراطي استمرار نفس النهج الذي انتهجه، والآن على المكشوف. وكما تلاحظ الآن كل شيء يتغير، تخفيف العقوبات على النظام، تخفيف العقوبات على إيران، التودد لإيران، فتح المجال لإيران، سحب الدعم للحلفاء في المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية التي سحبت منها الصواريخ الباتريوت من هناك حتى لا تؤمن حماية لها، وأيضا ترك المملكة العربية السعودية في حرب مع اليمن وتمكين الحوثيين. كل هذا لا يأتي من فراغ لولا الموقف الأمريكي المتواطئ. طبعا نحن نقول عنه متواطئ، ولكنها هذه مصلحة أمريكية. يعني حتى لما أمريكا بدأت تكذب بشكل واضح، الـ CIA إذا تتذكر قالت طالبان تحتاج 3 أشهر حتى تسيطر على كابول، حتى تصل إلى كابول. نعم، ولكن خلال 3 ساعات وصلت. فهذا يعني إما الـ CIA لا يفهمون ولا يعرفون الحقائق، أو أما هم يكذبون. لا حل آخر. فمن هنا كما ذكرنا أستاذ أحمد وتحدثنا كثيرا أنه وضعنا إيدنا على قلبنا من بايدن ومن سياسة بايدن، خاصة عندما وضع كبار مستشارين الذين كانوا مع أوباما والذين بعد أن تركوا منصبهم زاروا بشار الأسد. مع الأسف الآن تخرج هذه الأصوات التي تزعجنا، ونحن عتبنا على الأردن أكثر من عتبنا على الجزائر وأكثر من عتبنا على تونس، لأن الأردن وسوريا بلد واحد، الشعب السوري والأردني أشقاء، فكيف لهم يعني أن يهنأوا وشقيقهم في الجانب الآخر في ضيم وفي ويلات، وكيف لهم أن يفرحوا والشعب السوري كله مآسي. من هنا نحن عتبنا على الأردن، لأنه لا نقيسه بالموقف العراقي. الموقف بالتأكيد العراقي تتحدث العراقية تتحدث عن مواقف رسمية وحكومات، أما الشعوب نعم شيء آخر. نعم، وحتى الحكومة أستاذ أحمد، فقط في كلمة لو سمحت لي، حتى الحكومة الأردنية لماذا عتبنا عليها ولم نعتب على الحكومة الطائفية في العراق التي تديرها إيران؟ لأننا أقرب للشعب الأردني، وكنا نتأمل أن تكون هناك مواقف يعني ترتقي نوعا ما للشعب السوري. نعلم أن السياسة مصالح، وأن سياسة الأردن الآن تستوجب كما يقول الملك عبد الله التقارب مع بشار الأسد، ولكن التصريحات التي لا قيمة لها ولا معنى لها عندما تمجد بقاتل ومجرم كما فعل ملك البحرين الذي أهدى السيف الأموي للقاتل بوتين على إجرامه في سوريا، هذه ما تستفزنا أستاذ أحمد ولا شيء آخر. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الأستاذ سامر خليوي الباحث السياسي ضيفي عبر سكايب لندن. شكرا جزيلا للدكتور فايز الدويري المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من عمان. شكرا للأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية كان معنا مباشرة من فلوريدا. الشكر الأكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة، إلى اللقاء.